لكن مثل ما ذكرنا دكتور كارلا عيراني وهي رئيسة جمعية أمراض الحساسية والمناعة وأخصائية بحساسية الربو والمناعة ضيفتنا اليوم، هنحكي تحديدا عن الموضوع مع تغيير الطقس مع بداية الشتاء بالمعنى الحقيقي للشتاء والبرد، الفرق بين الحساسيات والربو والجريب. كل اللي عندهم تساؤلات حول الموضوع أو بيعانوا من أي مرض بيحبوا يطرحوا أسئلتهم، أرقام التليفونات رح تكون قدامكم على الشاشة. دكتورة عيراني صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيكي. كيف نعرف هلا بهالطقس بالذات، كيف نعرف فرق إذا عندنا أولاد عندهم حساسية ألرجية أو عندهم ربو، الفرق إذا هذا جريب عادي أو هذا حساسية وربو، لأنه العلاج بيختلف صح؟ نعم، الفرق بين الحساسية والجريب هو الحرارة أهم شيء وفترة المرض، يعني اثنيناتهم فيهم يعملوا زكام، تعطيس، سعلة، بس الجريب إجمالا ماكسيموم لازم يكون 10 أيام، بينما الحساسية بتكون أكثر. وشغلة تانية أنه بالعلاج، يعني الجريب كمان بيتعالج وبيصح بينما الحساسية بتتطور. هلأ في شغلة كتير مهمة أنه في كتير ناس اللي عندها حساسية وقتها بيلقطوا جريب بتتحول لحساسية بعد وقت وبتطول أكتر ساعتها. نعم. طيب إذا عطينا للحساسية أدوية الجريب أو للجريب أدوية الحساسية شو اللي بيصير؟ هلأ بالنسبة مرات نفهم غلط السيمبتوم اللي بنشوفهم قدامنا، العوارض. نعم. نفهمهم غلط، بنفكر نعم. أنه جريب وبناخد دواء بيكون حساسية أو العكس. مزبوط. هلأ إذا كان جريب فيروس فينا ناخد مسكنات الحرارة الأوجاع ونشرب كتير سوائل، ما بيتحسن الحساسية. بالنسبة للحكاك التعطيس التسكين بيضل موجود، ومثل ما قلت فترة أطول. هلأ أدوية الحساسية في أوقات موجودة بأدوية الجريب يلي بيفتحوا المناخير كمان بتتحسن، بس هي الفترة كتير مهمة، وجود الحرارة وتكرار الجريب. يعني واحد إذا بيجرب مرة بالشتاء أو مرتين منه بروبلم، بينما إذا بيجرب كل جمعة معناتها في شي غلط. دكتور عيناني بهالفترة بالذات شو بيتغير لما بيتحول الطقس لبارد فعلا لشتاء؟ نعم، نحن بلبنان عنا كتير هلا العت المنزلي الأكاريان، يعني لأنه بيصير في رطوبة وبيصير في عنا جوا دفا وبرا برد ورطوبة. عنا استعمال الأرشو مثلا بيزيد العت المنزلي، منبلش نحط السجاد الصوف هيك أشياء. وعنا كمان بلبنان شيء كتير مهم هو العفونة المولد يلي بينزل مع المي، ومنشوف كتير ببيروت مثلا والبيوت حتى برات بيروت البيوت بيصير في أسود على الحيطان أو على الخزانات، بينزل مع الشتاء أسبرجيلوس، وهذا كتير بحسس كمان. هذا بيزيد من الحساسية. نعم طبعا، وحتى هو مادة بتسبب الحساسية. بيقدر واحد يعمل شيء بريفنتيف يعني وقائي لحتى ما يعاني من حساسية إذا نعم. هو عادة عنده حساسية بياخد أدوية قبل بوقت؟ نعم، على طول نحن بنقول 15 يوم قبل موسم الحساسية، خصوصا إذا عارفين إنه في حساسية على العت بنبلش علاج المناسب. بينما وكمان بالنسبة للعت مثلا فينا السجاد يكون أقل بالغرفة، ما نستعمل الهواء السخن. بالنسبة للعفونة بننظفها بمادة الجافيل، تنظف كتير العفونة، ما ندفي كتير البيوت لحتى ما يصير في فرق بين جوا وبرا، ونغسل كل الشراشف وجه المخدة كله 60 درجة بالغسالة، بيقتل كمان العت المنزلي. في شيء ماشين صاروا جديد بيقدروا ينظفوا الهواء من هالأكاريان؟ هلا في ماشينات اكيد، في اشياء منيحه، في اشياء كثير ماركتينج انه هيدا مساعد للعلاج، بس منه العلاج لوحده. بس في ناس بحطوا ماشين لترطيب الغرفه لحتى يخففوا. مش نحن بلبنان عندنا كثير رطوبه خصوصا بالمدن، منا عايزين رطوبه زايده، بالعكس الرطوبه العاليه بتسبب للعت المنزل يكون موجود اكثر. اوكي، دونك بالعكس نخفف الرطوبه قد ما بنقدر. نعم، لانه العت مثلا ما بيعيش فوق الألف متر محل ما في نشاف، مشان هيك ما لازم نرطب وقت نكون عايشين بالمدينه. طيب خلينا نحكي عن الحساسيه كحساسيه لحتى نحكي بعدين عن الربو. الحساسيه ابتداء من اي عمر نبلش نعرف انه هي حساسيه وشو بتعملوا لها فحوصات؟ هلا بالنسبه للاولاد قبل عمر مثلا السنتين ما في حساسيه حقيقيه، لو حتى كان في سعال او تسكير مناخير فيها تكون اكثر قريب، إلا إذا في عامل وراثي كتير مهم ساعتها معقول نفكر بحساسية. يعني فحوصات الحساسية التنفسية ما منبلشها قبل عمر السنتين وحتى 3 سنين. في فحوصات معينة فيها فحوصات دم، وفي فحوصات على الجلد بيعملها أخصائي الحساسية بتحدد أي هو المحسس. عم نحكي بالحساسية التنفسية. بحساسية الأكل أكيد فينا نبلش بعمر أقل. اوكي، بنحدد اي هو شو المحسس. المحسس يعني نعم. شو اللي عم يعمل لنا الرجي، شو نعم. عم بيسبب لنا هالحساسيه. نعم. وبعدين شو بيصير وقتها؟ بعدين في علاج. هلا اول شيء الوقايه مثل ما حكينا، مثلا العت المنزلي بالربيع في بولين غير محسس، الوقايه اول شيء. العلاج المناسب يلي هو مضادات الهستامين، يلي هو بخاخات اللي فيها اوقات كورتيزون، بس يلي هي موضعيه ما بتسبب ابدا مشاكل كان عند الاولاد او الكبار. كثير مهم نتجنب الكورتيزون الشرب او الحبوب
الحبوب لانه عنده مضاعفات ومنه عايزينه لحساسيه الانف. بس بيقولوا مضاعفات بتكون بس اذا اتاخذ على فتره طويله وعلى دوزات عاليه. مزبوط، بس هل دوزات كمان كثير مهم نوع الكورتيزون الحبوب او الشرب وقد ايه عم نكرره، وبزيت الوقت هذا منه علاج كمان، كانه عم نسكن الموضوع بس ما عم نعالج. بينما مضادات الهستامين والبخاخات هي بتعالج بذات الوقت ومش بس كمان بتسكن. نعم، الحساسيه فيها تختفي لحالها بعمر من الاعمار، يعني بيوصل لعمر الولد بطل اللي عنده هالحساسيه؟ نعم، هلا عند الاولاد في عنا شقفتين، في عنا ناس بيعملوا شفاء سبونتاني على الخمسه او ست سنين، وفي ناس على البلوغ يعني 12 سنه او ل 15 سنه عند الصبيان. هلا هون الفكره انه انا اذا بلش الولد يعمل حساسيه عمر صغير ما فينا انطره ليعمل بلوغ لحتى حسنه. لا طبعا، لانه بيتعب كمان. نعم، وكثير مهم نفس. صح، وكثير مهم انه العلاج المبكر كمان بيساعدنا لحتى نتخلص من الحساسيه اسرع. والمشكله انه بالحقيقه ما كثير فينا نعرف مين رح يكمل ومين رح يبقى، الا اذا مثل ما قلت في عامل وراثي. حسب اذا في عامل وراثي كثير قليل الشانس واحد يصح، اذا في حساسيه على الاكل او حساسيه اكزيما بالجلد كمان هدول الناس على الارجح رح تضل معهم الحساسيه. اذا ما في عامل وراثي، ما في غير اشياء محسسات، اقل الريسك انه يعملوا حساسيه او يكمل معهم الحساسيه. الحساسيه فيها تتحول لربو؟ فيها نعم. تاذي لدرجه يصير ربو؟ نعم، هي 40% من حالات حساسيه الانف بتتحول لربو، و80% من حالات الربو تقريبا مرتبطه بحساسيه الانف. مشان هيك هدول مرضين صاروا كثير متشابكين ببعضهم، وكثير مهم ننبش عليهم بذات الوقت وقتا نفحص المريض. الفحوصات بتكون مختلفه، بينعرف من فحص الحساسيه اذا هيدا ربو او لا؟ لا، الربو في عندنا تخطيط نفس وفي العوارض، يعني سعال، صفير، ضيق نفس، وهالضيق النفس فيكون على المجهود، فيكون على الربو. مشان هيك كثير مهم نسال كل هالسؤالات ونعمل تخطيط نفس خصوصي لنشوف قد ايه الرويه عم تشتغل. هو الربو بيكون اكثر اونيفو دي بومو، يعني نعم. على الرويه اكثر. نعم، بينما الحساسيه بتكون بالانف اكثر. صح، بس في حساسيه ربو يعني كمان بالصدر، يلي هي تقلص بالقصبات الهوائيه مع التهاب، مشان هيك بصير في عندنا افرازات حتى خضر وصفر، مع انه ما بيكون في التهاب بكتيريا او فيروس، بس بيكون في التهاب الحساسيه. واو، الحساسيه اذا ضلت لوقت طويل فيها تكون حساسيه، يعني حساسيه كرونيك تصير بعدين مزمنة؟ نعم، هلا هي الحساسية اجمالا مشكلة مزمنة، يعني خصوصا بالنسبة للربو وحساسية الانف، بس هي وقتها بتكون في موسمية، يعني ان كان بالعت بالشتاء او البولان السجر بالربيع، فيها تكون تمرق بمراحل شفاء اذا بدنا او سكون، بس هو مرض مزمن الا اذا عالجناه باللقاحات المناعية يلي هي بتوقف انه هالمرض يصير مزمن او يكمل يضل مزمن. والحساسيه شو الحساسيه فيها تكون، يعني غير الربو حساسيه الربو، الحساسيه كحساسيه اذا ما تعالجت؟ اذا ما تعالجت في عندها كثير كومبليكاسيون، يعني مثلا الحساسيه الانف فيها تتحول لالتهاب الجيوب، يعني سينوزيت. بنشوف كثير اولاد صغار بصير عندهم مال اوكلوجن، ما بقى بيتنفسوا غير من تمهم، بصير عندهم مشاكل بالسنين. بنشوف كثير اولاد بصير عندها مشاكل بالانف كمان، بالاذن ما بقى بيسمعوا منيح لان بتعبي الطبله مي. يعني كل هدول مثل مضاعفات للحساسيه الانف يلي مش معالجه، مشان هيك كثير مهم التشخيص والعلاج مثل ما لازم. بعد كل هالسنين اللي مرقت ما في بقى علاج للربو لحتى واحد يخلص منه؟ انا بشوف كثير ناس بيتعالجوا من الربو. نعم. بس انه كمان سيزون، يعني سيزون لانه كل موسم بيتعالجوا، بيرجعوا بيعملوا زيت القصه، بيرجعوا بيتعالجوا. مزبوط. ليش ما في دواء او في طعم او شيء يخلص واحد؟ في طعم، في طعم. هلا في طعم للحساسيه، يعني اذا شخصنا انه هالربو هو بسبب العت المنزلي، في طعم للعت المنزلي بينعطى مع اخصائي الحساسيه او الهرويه، وهو يلي بيعطيه. وفينا لو حتى يعني في ناس بتشفى نهائيا 100%، وفي حتى مسيطره على المشكل لحد 80%. بس كثير مهم نعرف انه حتى شخص اللي عنده مصاب بالربو بيقدر يعيش حياه طبيعيه مع العلاج الموجود هلا، وصار عندنا كثير علاجات متقدمه. عندنا جوانا على الخط. جوانا صباح الخير. بونجور. يعني بونجور، تفضلي دكتور عيراني عم تسمعك. بدي اسال، عندي ابني عمره 18 سنه، من 3 سنين بين معه حساسيه على السقعه، بس يسقع جسمه بيقلب كله احمر وبصير يرعى. وهو صغير كان عامل طرف ربو، يعني برونشيت قوي. حساسيه جلديه يعني عنده؟ اي
اوكي دكتور ايراني عم تقول عنده حساسيه جلديه على السقعه. هذا بسموه ارتكار افروا. الارتكار هو تنفخ بالجلد مع حكاك، في كثير ناس عندها هالمشكله. كمان في عندها علاج هلا مثل ما قالت، هو صغير كان عنده ربو، مش هيك كثير مهم نعرف نشوف انه الحساسيه منا بس مرتكزه على عضو معين بالجسم، يعني مرتبطين ببعض، كثير مرتبطين ببعضهم، لانه هي بتبلش بالبون مارو، يعني بتبلش بجهاز المناعه وبتتحول العضلي. صح، وفيها تبين كان بالجلد او بالانف او بالصدر. يعني هاي الحساسيه فيها تجر لهي الحساسيه والعكس. نعم نعم. يعني حتى عند الاولاد الصغار اللي عندهم اكزيما، في كثير اوقات بيتعرضوا ليصير عندهم بعدين رشح مزمن او حساسيه انف وبعدين لربو. هون بالعكس صار عند الشخص انه كان عنده ربو وهو صغير، راح ان ريميشن وبعدين رجع عمل ارتكار افروا. واكيد هيدا كثير في يكون خطر، لانه في كمان يعمل تنفخ او بالشفاف او بالزلعوم، عشان هيك كثير مهم العلاج المضبوط. وكمان مزعج، شو بدها تعمل علاج؟ بدها طبيب جلد ساعه طبعا؟ لا، بدها طبيب جلد او حساسيه. نعم، او الرجولوج. نعم. يعني بيعالجها، بيعطوا كمان، بياخذوا حبوب حبوب مضاده للهستامين، ومنعلم كمان الاشخاص كيف اذا رح يتعرضوا لسقعه كثير كيف يتجنبوا هالمشاكل. هاي المشاكل كثير موجوده بالبلاد اللي كثير مسقعه، واكيد في عندها علاجات. دكتور هيران، كثير بسمع من الناس عندهم حساسيه، ما انه عم تقولي هالحساسيات مرتبطين. نعم. ببعض، ان كان حساسيه جلديه او حساسيه تنفسيه، انه بعد بلبنان ما في الفحوصات الكامله، مرات بيضطروا يسافروا ليعملوا الفحوصات الكامله ليعرفوا على شو عندهم حساسيه. لا، صار عندنا كل الفحوصات، عندنا كل ادوات التشخيص وبنعملها بلبنان، ما بقى عايزين نبعتها لبرا، وهي بذات الليفل، ان كان فحوصات دم او فحوصات جلدي مثل اطباء اوروبا او حتى الولايات المتحده بامريكا. يعني دونك ما بقى في سبب انه نبعت الفحوصات لبرا، صاروا كلهم بينعملوا بلبنان، بينعملوا هون وعندهم. نعم. علاجاتهم كمان. نعم. هون طبعاً. موجوده. وكثير مهم انه نحن صرنا نعرف شو عندنا بلبنان، لانه قبل كنا نتكل شو في بولان او محسسات برا، صار عندنا دراسات نحن عاملينها بلبنان بتبين نحن شو عندنا بلبنان، وهيدي اهميه يكون في عندك. هيك بتعطي دواء للحساسيه المضبوطه مش للحساسيه القريبه. نعم نعم. عندنا نهله على الخط. نهله، صباح الخير. بونجور. بونجور، تفضلي. بدي احكي مع الحكيمه بليز. عم تسمعك، تفضلي. اكيد. دكتوره، انا بنتي صبيه عمرها 18 سنه، بس لها شيء 4 سنين بتعاني بالليل كثير، بتعطس بطريقه مش معقوله، بتعطس بتلموش مش كل الوقت، وبدها الوعي كل الليل تقريبا، بتنام على وجه الصبح. خدت عند حكيم حساسيه، قال لي اعطاها زيتك وهيك اشياء، بس ما ارتاحت ابدا. يعني صار لي هلا شي سنه باخذها من حكيم لحكيم لحكيم. هلا انا اما يعني انا كمان بعيني بالليل، بس كيف مثل سعله، مثل بسكروا عندي مناخيري. قال لي الحكيم انه انا الجين تبعيتي عطتها اياها لبنتي، ماني عارفه يعني، لا انا ولا هي ارتحنا على الادويه. صدقي صرنا شايفين كذا حكيم، بفتكر واللي معكم بالبيت كمان بيكونوا مش مرتاحين اذا وحده بتصعل وحده بتعطس. صدقيني ما بننام الليل. صحيح صحيح، سلامة قلبك. صدقيني ما بننام الليل، لا انا ولا هي، بعت الهمة، ما بقى همي انا قد ما همي هي انه تقبلني بس ترتاح، بدفي تغسلي ليلي مثل الخلق ابدا. اي والله بفهمك. خلينا نسمع دكتور ايراني شو عندها تقول لك. مزعج انه واحد كل ليل يكون عم ينفنف كمان. يعني هيدي شغله كثير مهمه، انه الحساسيه التنفسيه بتاثر على الكواليتي اوف لايف بشكل كثير قوي طبعا. ومن هيك العلاج كثير مهم. هلا هي عم تاخذ مضادات الهستامين يلي ما بيأدوا بهالحاله، بدها بخاخات الانف تبع الكورتيزون، بدها تشخيص منيح، بدنا نشوف اذا عندها سينوزيت مزمنه يعني التهاب بالجيوب، والاكيد الام ذات الحساسيه عندها مزبوط انه هي وراثيه، وكمان لانه عايشين فرد بيت كثير مهم نشتغل على الانفايرمنت لنشوف بركي عنده رطوبه عت اتسترا. مشان هيك كثير مهم بهالحالات التشخيص والعلاج، وفيهم يتعالجوا ويصحوا نهائيا. مشان هيك الكاليتي دو في كثير مهمه بالحساسيه. يعني في كثير ناس بقول مش مشكله شويه حساسيه بتعطس، مش هالمصيبه، بس هي كثير بتاثر. حتى دراسات بينت عند الاولاد مش محكمين للحساسيه بيعملوا اقل بالمدرسه، درسة نشاط، علامات اتسترا. دونك مثل ما قلنا، بس في علاجات. العدسه والسعله مزعجين طبعا، يعني مش بس انه تكوني حاطه محرمه على الارض بتعطسي كل الوقت وتهزي براسك ورا بعض او تسعلي، بيوجع الصدر بصير بعدين. صحيح. عندنا منى كمان على الخط. منى صباح الخير. الو، مرحبا. يا هلا، عم نسمعك، تفضلي. احكي مع الدكتوره. عم نسمعك، تفضلي. الو. وي دكتور كارلا، عم تسمعك، تفضلي. منى، انا ابني كان هو صغير طلعت معه حساسيه، اكتشفناها انه حساسيه للغبره للصوف لكل شيء. قالوا لنا الحكيم انه عملوا له عمليه انه شلوا له اللحميات والزعيم.
شلناهم بس هلا صار عمره 8 سنين ما خفت ابدا، بالعكس انه بس شوي تسقع، خصوصا نحن عايشين برا وبس نجي على لبنان الرطوبه عم بتضايقه كثير. وهلا صار معه بلبنان بس جينا من شي شهرين عم بيحك كثير جسمه، قالوا لي انه يمكن هيدي مرتبطه على للحساسيه كمان. 8 سنين وعمره بيوبر يعني وهيك مثل البرغل بيصير جسمه. فنصحوني يعني انه على الدواء العربي الكينا اذا بتغليها وتغطي له راسه وهيك اشياء. اوكي خلينا نسمع راي دكتور عيراني. عاده الدكاتره ما بيصدقوا بالكينا والاعشاب وهيك، ممكن يساعد يمكن. لا هلا في فرق يعني، انا مش مشكله اذا واحد اخذ عسل وشرب سخن بالجريب، ما عندي مشكله، بالعكس ما بحب كثير الادويه. بس بهالحاله الولد عم يعمل اكزيما، هيدا تبرغل معناه شاف الجلد هو اكزيما. كثير مهم نستعمل مرطبات الجلديه يعني الكريمات اللي كثير مهمه، وبذات الوقت عم يعمل حساسيه بالانف، مشان هيك بده علاج خصوصي، لانه مثل ما قلنا هدول مرتبطين ببعضهم، ولانه بلد رطب عنا اكثر حساسيه على العت واللحميه اللي شايلهم. نعم هلا اللحميه منا مستحب تنشال عند الاولاد اللي عندها حساسيه، وتنشخص انه في حساسيه ما لازم تنشال اللحميه لانه هالشيء بيزيد الحساسيه. هلا اكثر واكثر اطباء الانف اذن حنجره صاروا يعرفوا هالشيء وما بيعملوا عمليه الا اذا في مثلا قطع نفس بالليل او في لحميه بالصوره بتبين ماده على كل الجهاز التنفسي، مجبورين يعملوا الحساسيه بس العمليه. بس حتى وقت يعملوا عمليه اذا الولد عنده او حتى الادولت عنده حساسيه بيعالجوا بذات الوقت ان باراليل الحساسيه مع العمليه، والا مثل ما شفنا فيها تزيد مش بس ما تتحسن. هل قد دقيقه علاج الحساسيه لحتى عم تلاقى اتصالات لاشخاص تعالجوا من الحساسيه بس ما شفيو؟ نعم اكيد دراسات مش هي كله انتي استامينيك، ما انه كله انتي استامينيك. ما هي المشكله انه الانتي استامينيك بس بسكن، يعني كانه عم تاخذي بانادول لحراره. بس العلاجات هي متطوره اكثر، فتره العلاج كثير مهمه، طريقه العلاج يعني اذا بتاخذي بخاخ الانف الفيو كورتيزون كثير مهم طريقه رشه، اذا بترشيه غري وبتتنشئيه بتبلعيه ما استفدنا شيء، بدك ترشيه على الغشاء على جنب الانف. يعني كثير مهم الادوكاسيون بالحساسيه نشتغل الطريقه اللي نعم. بيتعالجوا فيها نعم يعني كمان. حتى لو بدنا نشوف اخصائي مره بحياتنا او مره بالسنه مش ضروري نضل عند الاخصائي، فينا نتعالج عند طبيب الاطفال او طبيب العائله، بس لازم نستشير الاخصائي بس لانه في وقت اكثر نفسر ونعمل ادوكاسيون. دكتور كارلا من كل الاتصالات اللي وردوا اليوم من جوانا ومن نهله ومن يعني منى، كل هاي الحساسيات بتعالج؟ كلها بتتعالج 100% بتروح العوارض بتروح. كلها نعم وبيقدروا يعيشوا نورمال 100%. مهم نشخص مزبوط نعالج مزبوط، وفي كتير علاجات مثلا بالربو، في كتير علاجات ببخاخات الكورتيزون الانتي لوكوتريان، في عنا أدوية جديدة الانتي اي جي او، كتير عنا أدوية جديدة مع لقاحات المناعية لتعالج أساس الحساسية. بيقولوا انه في كتير سايد افكتس للناس اللي بيستعملوا البخاخات اللي فيها اللي بتفتح الأصبات الهوائية. البخاخات ابدا ما عندها مضاعفات اذا عملناها بالتكنيك المضبوط مثل ما قلت كيف يتنشأ الواحد. وكثير مهم انه حسب الدوز، واذا ما تعدينا دوز الهيدا ما عندها ابدا مضاعفات. يعني صحيح هي كورتيزون بس موضعيه امن بكثير من ادويه سعله بنسميهم هن دواء سعله بس هو فيه كورتيزون. شكرا لك دكتور عيني. الموضوع ما بيخلص، بضل عنا اسئله بس وقتنا خلص، بنبقى بنكمل بوقت ثاني كمان اتصالاتكم واسئلتكم. كارن صباح الخير. بونجور. شو هالحلو؟ تسلمي عيونك الحلوين. شو عندك كارن اليوم؟ اليوم عندنا كتاب حلو كثير بيحكي لنا عن بيروت بالستينات والسبعينات. اي كتاب عن بيروت انا بنظري بيكون حلو كثير. بيور نوستالجيا، عن جد كتاب فريد من نوعه لانه في اكثر من 3000 صوره. واو. عن بيروت القديمه وحتى عن الدعايات وعن كل جو هالبيروت اللي بنفتقد لها اليوم مع القيم وال اكيد. منيح اللي بقي صور يا كارن. برافو عليكي. لكن حنشوفك بعد البريك بيكي طبعا. من كل بيت.